كيفاش كدوز لك الخدمه في رمضان في هذا الصال؟ رمضان تتكون الحاله شويه ديال رمضان، تتهز الماسات، تخباط لامور، قطع الحديد حتى هو في هذا الصاد، شويه تيكون شويه الصاد، تيكون شويه الشحفه، تيكون شويه ماشي غتبقى بالسوفلور ديالك اللي كان. رمضان مزيان واخا مع العافيه، داك الشيء عادي عادي، داك الشيء ماشي شي حاجه واعره. شحال ساعه كتبدا الصباح؟ قلت 8 ساعه 8 حتى للخمسة، 8 حتى للخمسة العشيه. ايه ولكن كتحس بالجوع بالعطش؟ علاش قلتي لي من 8 حتى للخمسة العشيه؟ لا والو، ما تنحس بتا حاجه، داك الشيء عادي الحمد لله. رمضان مزيان. شحال انت في هذه الحرفه؟ 65 عام. 63 عام. هذا الوالد ديالي فعمرو 60 عام ومازال مسكين، حتى ومازال كيطلع الكوليه حتى للراس، وما قالوش وما خلاوش يرتاح. انت في عمرو 86 86 عام في عمرو، ومازال مسكين كيضرب سماره. شحال انت في هذه الحرفه؟ 95. 95 وانت في الحرفه؟ لا تغطيه صحيه الاول. الساعه كتبدا في الصباح؟ نبداو مع السبعه. وقاش كتسالي؟ الساعه كتسالي؟ نسالي مع حتى الاربعه من ثلاثه ونص. انا مزيان الحمد لله. الحمد لله حتى حاجه ما دور، ما عرفتش ما والو. لا والو الحمد لله. خويا حنا كنبداو مع السبعه. وكناخذو في سبعة تر جوج ونص، وكاين لاطاش وكاين التمرد وكنمرتو بزاف، ولكن ما كاينش اللي كيمس، ما كاينش اللي كيخلصني داك الشيء هذا. فهمتي راك عارف حنا صابرين وصافي، ما كاينش حتى حاجه، ما كاينش. ورمضان والعذاب، وكون كاين ديكاجور حتى هو ديكاجور كناخذو بالديكاجور والبالا والفاس، وكاين الحفره اللي كنهودو فيه 3 متر لتحت، والماء والتكرفيس راك عارف التكرفيس ديالنا كيف بحال الكرة شتي، بحال الكرة شتينا دابا راه كنتكرسو بزاف. كتحسوا بالعطش بالجوع؟ معلوم اللي خدام بكمبريسون وديكاجور والبالا والفاس، وهز يطلع طير بالبالا من 3 متر من التحت، ما يحس بالجوع والعطش. وريس ولكن حنا كنصبروا صافي رمضان هذا. حنا دابا خدامين في هذا لاكاب هذا، كنديروا كنخدموا مع السبعه، السبعه وكنخرجوا مع مع الجوج جوج ونص، وكاين العطاش وكاين شويه ديال التماره، والناس راك عارف مع هاد العواشر هذا راه الله يكون في العوان. وزعما الحاله شويه كان شي ليامات سخون شحال الحال، ولكن دابا هاد ليامات بارد الحال شويه، ماشي بحال دوك ليامات اللي الاولين. وبخير الحمد لله، هذاك الشيء رمضان كريم عندنا وكل شيء عند المسلمين ومجامعين وكل شيء، وبخير الحمد لله، هذا الشيء واجبات ديالنا. كنفيقهم مع هذيك التسعود ولا هذا التسعود ونص، كنكونوا هنا نيت في درب عمر، كنضلوا خدامي بهكا، كاين شويه الجوع شويه العطاش شويه التماره، وهذا معايا اللي كتجيب شويه العيا، كيتزادنا النهار مزيان بخير. كدا الخدامه شويه كتلاهي وصافي، وما ما عندكش ما تقدرش تجلس، وهذا مع الوليدات ما هذا ضروري تخدموا، هذه هي الحياه ديما كل عام هكا. راشي 16 عام ولا 18 عام وهنا في هذه الحرفه دابا. اه هذه الحرفه واش غدير، هذا هو الحياه.